مزمبيق وغينيا كسبت هيبقى احنا عندنا 13 وهم عندهم 10، وبالتالي الماتش الاخير هيبقى ماتش فيصل بالنسبه لهم، لازم يكسبونا او احنا نتعادل بالنسبه لهم. لو تعادل كسبنا طبعا الماتش الجاي ده خلاص احنا وصلنا بشكل تام، مش مهم الماتش الاخير، هيبقى عندنا احنا 15 نقطه هم 7، خلاص هارد لك. لكن الماتش لو احنا تعادلنا وهم كسبوا، هم برضه عندهم ماتش يعني نوعا ما ممكن يكون صعب بالنسبه لهم، لكن هيلعبوا اكيد على الفوز. على الرغم ان احنا كسبين 4 ماتشات ولكن لغايه دلوقتي برضه ما وصلناش بشكل رسمي، نظرا لفوز غينيا الكبير الماتش اللي فات هو 7 نقط، فبقى عنده نوعا ما امل. المباراه القادمه لو تعادلنا وهم كسبوا في امل ليهم هم في الماتش الاخير عندنا هنا في مصر، ان هم لازم يكسبوا المباراه. طبعا احنا بنلعب على التعادل او المكسب، لكن لو كسبنا الماتش ده بتاع يوم الاحد خلاص احنا وصلنا بشكل رسمي ان شاء الله. نتمنى باذن الله يعني ننهي الموضوع مبكرا في موزمبيق، والماتش الاخير ده ناخده بقى فن ونخلي اللعيبه يعني اللي ما بتلعبش تلعب، ويبقى يعني ان شاء الله يبقى احتفاليه في مصر وصعودنا الى المرحله النهائيه باذن الله ان شاء الله. كنت عايز اتكلم بس على الماتش ده في حاجه. الماتش ده احنا ما خدناهوش هنا في الحياه، بس اتفرجت عليه في بعض القنوات الفضائيه، وكلهم طبعا ناس افاضل بيتكلموا على المباراه، ولكن بصراحه ما عجبنيش التحليل بعد المباراه تماما عن يعني او قبل المباراه كمان. انا بتفرج على المباراه طبعا، كلهم محللين طبعا كباتنا الكبار، ولكن لو تسمعوا التحليل، انا دايما ما بحبش التحليل يبقى على شكل على النتيجه. يعني لو في ناس كتير حللت المباراه او الشوط الاول بالذات او قبل ما النتيجه او قبل ما نلعب الماتش لما عرفوا التشكيل، ان ده تشكيل دفاعي بحت، وان ده راجل خايف، وراجل ازاي بيلعب بالطريقه دي، وده خوف وما ينفعش. طبعا كل واحد ليه وجهه نظره، بس بعد الماتش الكلام كله اتحول. يعني احنا طبعا كسبنا 4 ودي جابت نتيجه كبيره جدا، على الرغم ان احنا بنلعب ب3 ورا، وعلى الرغم ان الناس قالت قبل الماتش ان هو ازاي يلعب ب3 وانت خايف وانت مش عارف ايه وبتلعب ب2 ديفندرين، ده انت كده مش عايز تهاجم، والراجل جاب 4 اجوان. فطبعا الكلام الشوط الثاني بعد الماتش كان حاجه ثانيه، اصل بيلعب ب3 اللي قدام كانوا بيتحركوا في فرود خفي، وده ساعد النواحي الهجوميه عشان صلاح يجي من ورا لوحده. الكلام طبعا ما اتقالش غير لما النتيجه بقت 4. فانا مش بتكلم، كلنا طبعا كل الناس ليها وجهه نظر وكلهم ناس محترمين جدا، بس انا بتكلم دايما يا جماعه، المدير الفني هو اللي عارف وهو اللي فاهم وهو اللي بيبقى شايف بعينه اكتر. ممكن حقيقي يبقى يلعب 3 دي ويخسر معرض يعني، بس انا نفسي ان احنا بنحلل الماتش ما نحللش النتيجه، نحلل الماتش. احنا بنحلل حسب ما بنشوف الماتش ماشي ازاي. يعني هما الناس قالت حاجه، ما حصلش حاجه خالص من الماتش ده فيها. في الشوط الثاني حللوا بقى النتيجه بعد الماتش، ان هو بقى راجل لعب كويس ومش عارف ايه، والمهاجمين ونص الملعب كان بيساند، والناحيه اليمين والناحيه الشمال، كل ده ما اتقالش غير بعد الماتش. طيب يبقى انت ما تهاجمش بقى المدرب، ما تقولش ان هو بيخاف، ما تقولش ان هو جبان، وما تقولش ان هو مش واثق ومش عارف ايه والكلام ده، ان هو مش عايز يكسب. الراجل جايب 4 اجوان، اي نعم كونتر اتاك، راجل لوحده بيلعب، بس كسب 4، اكبر نتيجه اعتقد. يعني انا شفتش مصر لعبت ذهاب واياب كسبت 4 في خارج ملعبها دي من فتره كبيره يعني. فانا اتمنى بس ان احنا يا جماعه بشويش على الناس شويه. احنا ما اعرفش ايه النظريه على طول، ان انا لازم اهاجم ولازم انقد ولازم اقول الراجل ده ما عندوش فكره او الراجل ده بيخاف. طب ما تسيب الناس تشتغل، وبعد الماتش يبقى حلل براحتك وشوف براحتك. لكن انا سمعت قبل الماتش اول ما سمعوا التشكيل الناس عماله تعمل تبرق ازاي وعمره ما لعب وايه الخوف اللي احنا فيه. طب كسبنا 4، الكلام كله تحول وبقى شكلنا يعني. طيب خليني، النهارده كان في قضيتين، انا عن نفسي ما كنتش عارف ان في قضيتين، بس كانوا في قضيتين تخص نادي الزمالك، واحده بخصوص المد وحصل فيها اعتقد تاجيل، وكان واحده بخصوص